أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا الأعظم الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء جديد طيب معكم وبرنامجكم برنامج الشريعة والناس، وهذه الحلقة التي نصورها المباشرة التي تأتيكم نستقبل فيها اتصالاتكم واستفتاءاتكم بالتأكيد عبر أرقام الهواتف التي سوف تظهر أسفل الشاشة بعد إن شاء الله. وكالمعتاد طبعا إلى أن يجينا أول اتصال وأول استفتاء، قبل ما أدخل إلى الاستوديو اتصلت إحدى الأخوات الأخت براء وسألت سؤال، يعني يبدو أنه يستحون على الشاشة. قالت بالنسبة للمرأة إذا ولدت فبعد كم يوم تبدي بالصلاة بالعبادة؟ نقول طبعا هذا السؤال والموضوع يخص موضوع النفاس، فإحنا شو نقول؟ نقول أولا المرأة إذا رأت الدم زين واستمر وتم له 10 أيام وانقطع نطفت، فهذه المرأة نفاسها 10 أيام، يعني باقوا. المرأة بالنسبة إلى النفاس سواء كانت امرأة ذات عادة أو ليست ذات عادة، ذات عادة وقتية، ذات عادة عددية، مضطربة، ناسية للعادة، أي قسم من الأقسام الستة بالنسبة للمرأة، إذا رأت الدم وتم له 10 أيام فالمرأة زين تحسب أنه كل هالعشرة أيام نفاس، وراها طهرت، تغتسل من النفاس غسل النفاس وتصلي وتتعبد. هاي الصورة الأساسية الأولى. الصورة الأساسية الثانية، لو زاد الدم عند المرأة على 10 أيام، زاد على 10 أيام، شو تسوي المرأة؟ نقول هنا نقسم إلى قسمين، ذات المرأة المرأة ذات العادة العددية تأخذ مقدار عددها فتجعله نفاسا وتجعل الباقي استحاضة. شلون؟ مثلا مرأة جابت شافت وراء الولادة مثلا 11 يوم زين؟ 11 يوم شنو؟ 11 يوم دم. شلون تتعامل؟ نقولها يا بنت ذات عادة عددية، تقول ايه انا ذات عادة عددية. نقولها عادتك كم يوم؟ تقول 5 أيام. نقولها اذا انت نفاسك 5 أيام، واليوم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والدعش، هذا ان كلهن انت مستحاضه وانت تصلين. تقول فاولا تطلع الثمره شنو؟ تطلع الثمره اولا اليوم الدعاش هي عندها دم، تتعامل معه على اساس انه استحاضه وتصلي وتصوم. وذني الايام العشره والتسعه والثمانيه والسبعه والسته هذني تقضيهن لانه كشف استمرار وزياده الدم على العشره، كشف عن ان هذه المراه نفاسها 5 أيام، يعني بعددها والباقي استحاضة. نعم عندي اتصال، عفوا. زين هاي الصورة الأساسية الأولى. الصورة الأساسية الثانية أنه المرأة ليست ذات عادة عددية، يعني ليست ذات عادة لا عددية ولا عددية وقتية. مثلا امرأة ذات عادة وقتية، أو امرأة ليست ذات عادة مضطربة أو ناسية، زين هذه شلون تتعامل؟ الجواب تحتسب، طبعا احنا كلامنا على من زاد عندها الدم 10 أيام على العشرة. نقول تحتسب العشرة نفاس وما يزيد على العشرة تعتبره استحاضة. واضح ان شاء الله؟ زين الآن ايضا من الموضوعات، نعم يلا خلينا نبدي نستقبل اتصالات. الأخت أم عذراء من النجف الأشرف، تفضلي أم عذراء. أم عذراء تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا أم عذراء. شيخ نريد تجيب لنا رواية عن الشطف مال موضع البول، يعني احنا مثلا نوبات نسوي 10 نوبات 5، احنا نغسل مي قليل مال بريد. نعم
إن شاء الله. أريد يعني إيش قد المرات اللي بنريد نغسل الموضع، إيش قد مرة مرتين ثلاثة؟ إيه أوضح إن شاء الله. ممنون، أهلا وسهلا. زين، الأخت أم عذراء تسأل تقول بالنسبة إلى تطهير موضع البول كرمكم الله بالماء كم مرة وشلون الطريقة وكذا. نقول في الرواية يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول بكم نغسل موضع، يسأل الإمام يسألوه أنه بكم نغسل موضع البول، يقول بمثل الذي خرج منه، زين يعني أو بمثل الذي عليه، يعني عليه يفسروا الفقهاء يقولون بالقليل يعني بالماء القليل ومرة واحدة، زين لا حد يتفاجئ. يعني الآن مثلا شخص يغسل مثلا بالإبريق أو حتى لو بالصوندة ورابطها بالماء، يغسل يحط قطرات بسيطة من الماء فقط، بواسطة هذا الماء يزال عين النجاسة البول، زين نقول خلاص طهر هذا الموضع، طهر الموضع وأزيلت عين النجاسة. نعم. من عفوا الأخت أم باقر من البصرة، تفضل يا أم باقر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا أم باقر. شيخ أنا أصرف زوجي مبلغ، يعني داين مبلغ مال نايل. إيه. واتفق ما يصير عنده يعني هذا حاليا صار عنده، بس يعني كل ما أطلبه بيصير أخذ بيصير عين ما رجع لي. إيه. أقدر آخذ بيكون عندنا بس ما آخذ لزاج ولا ناقص، بس المبلغ اللي أطلبه. زين. إحنا استعدتي. إن شاء الله ممنون، أوضح. عندي اتصال آخر عفوا. زين. الأخت أم باقر تقول أني أطلب زوجي مبلغ، زين ويعني داين مبلغ، وهذا خوش سؤال، واتفقت ويا أنه فد مدة محددة ويرجع لي. تقول الآن أني هسه من دا أجي أقول له يا برجع لي المبلغ يصير عصبي وكذا وفلان شي. زين، أولا إحنا خلي النقط نقاط أساسية لهذه المسألة، أنه ينبغي علينا جميعا أن نلتفت إلى أن المرأة في الإسلام العظيم، المرأة لها مالية ولها حقيبة اقتصادية مستقلة، يعني المرأة ماكو شيء اسمه فلوسها للرجال والرجال يقدر ياخذ من فلوسها براحته ويقدر يعطيها براحته ويقدر ياخذ منها براحته، ومن ياخذ منها ما يرجع لها، اذا كان دين ياخذ منها وما يرجع لها، هذا كله لا يجوز شرعا. زين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم على مسلم اخر الا عن طيب نفس ورضا، وهذا عام ومطلق شامل للزوج والزوجة. نعم، خلي أستقبل هذا الاتصال وأرجع لكم. أبو عدنان من بلد، تفضل يا أبو عدنان. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا أبو عدنان. شيخنا عندي فد استفسار حول المطبات اللي دا تصير بالشوارع. إيه. واستغلال الأرصفة من قبل المحلات وتسييج جوية المحلات، يعني هذا الشرع شنو يعني القرار بيها؟ ان شاء الله اوضح. ممنون. اي والله شكرا. نعم. زين، فنرجع الى الموضوع، فهذا النقطه الاساسيه الاولى. النقطه الاساسيه طبعا النقطه الاساسيه الاولى ماذا يترشح عليها؟ يترشح عليها انه الزوجه اذا قالت له يا برجع لي فلوسي انا داينتك رجع لي، يجب عليه شرعا ان يرجع لها المال. انتبهي يا اختنا إذا كان لديه، يعني الآن ممكن مثلا زوجك على كيفك وياه ممكن ما عنده، فحينئذ تشمله القاعدة نظرة إلى ميسرة، زين تنتظري إلى أن يتيسر عنده وتقولي له حينئذ شرعا بعد أنت واجب عليك أن تطيني، طيني فلوسي أنا داينتك، طيني فلوسي رجع لي فلوسي. يعني مثلا الزوج مثلا عليه ضغط المعيشة، عليه مسؤولية البيت، عليه مثلا رعاية الأسرة والأطفال والإنفاق عليهم، فعليك كيفك بي يعني هلا تنهلا بي، فممكن ما عنده ممكن كذا، لكن إذا عنده فليسمع مني أنه يجب شرعا عليك أن ترجع المال لها، ولا يجوز لك أن تأخذ منها المال بدون عفوا بدون يعني قبولها وبدون رضاها. نعم. الأخت أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا أم عبد الله. لا شيخ، ممكن عندي ثلاث أسئلة. أي تفضلوا. سؤال أول.
نعم. بالنسبة للتقليد يعني أنا من زمان قبل فترة هم طرحت عليك هذا السؤال. نعم. بس ما يعني ما توصلت النتيجة وبقيت على نفس يعني نفس الحيرة. إيه. أنت شنو؟ السؤال هو. أنت بالتسعينات أنا كنت مقل يعني بداية التسعينات كنت مقلدة السيد الخوي رحمة الله عليه. زين. بعدين يعني مشيت بالكلية فبعض الأخوة والأخوات قالوا لي لأن السيد الصدر أعلم من السيد الخوئي رحمة الله عليه. نعم. فلازم تعدلين من السيد الخوئي للسيد الصدر. زين. عدلت من السيد الخوئي للسيد الصدر. زين. وحتى جابوا لي ورقة يعني عليها ختم السيد قال لا أجيز تقليد لا السيد السبزواري ولا السيد الخوئي. زين. فمشيت على تقليد السيد الصدر. زين. وبعد وفاة السيد الصدر رحمة الله عليه يعني سمعت من أقربائي من يعني أصدقاء صديقاتي قالوا لي ما يصير تبقين على تقليل السيد الصدر إلا تروحين تأخذين إذن من السيد السيستاني. زين. فبقيت فترة ما عرفت وين يعني شلون أجيب الإذن فما قدرت. زين. إلا عن يعني صارت فترة ما أعرف يعني شلون يعني صار يعني حتش بين يعني اللي يقلدون السيد الصدر. نعم. يعني ما معروف بالضبط وين اروح فبقيت. زين. الحد ما بعدين قلت خل اقلد السيد السيستاني. زين. فمو صار العيد وانا ما اعرف ويا من افطر. فالسيد السيستاني كانوا الفطور مالتهم قبل يعني مو مثل شلون مكتب السيد الصدر قبل. نعم. السيد السيستاني. نعم. فبقيت ويا مكتب السيد الصدر السيستاني. زين. فخليت في بالي انه هاي بعد قلدت السيد السيستاني. زين. بس شنو الحكم مالتي يعني انا اقلد من بالضبط ان شاء الله اوضح. السؤال الثاني عفوا. السؤال الثاني شيخنا بالنسبه للاوراق. يعني انا مدرسه ودائما الاوراق الطالبات يكتبون اسماءهم بها اسماء الله سبحانه وتعالى اسماء لهم سلام الله عليهم. ايه. بالجاف فانا شو اسمه اشلع على قد الاسم واضمه زين. يصير اشخبط عليه بالقلم الجاف بحيث اوخر المعالم مالته واذبنه. خش. السؤال الثالث. السؤال الثالث شيخنا بالنسبه للخمس. نعم. انا اشتركت بسلسه السنه الخمسيه مالتي هي 21/11. ايه. اشتركت بسلسه من الشهر العاشر. ايه. بعدين من اجت السنه الخمسيه مالتي انا قبضت بشهر الثاني. فأطلع الخمس بس للشهر العاشر. ها مالت السلفة قصديك؟ ايه مالت السلفة قضبتها الشهر الثاني ادفع الخمس بس مالت الشهر العاشر ان شاء الله. اوضح. ممنون. من عفوا الاخت دنيا من النجف الاشرف تفضلي يا دنيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا يا دنيا. شيخ بس لازم أجي السؤال. نعم. الوحدة إذا عليها الدورة الشهرية. إيه. يصير تعقد عقد المومن يعني ما في زواج عقد المومن يصير لو لا. إن شاء الله أجاوب ممنوع. شكرا شيخ. عندي اتصال آخر. زين. الأخ أبو عدنان يسأل على قضية يقول أني أسأل على قضية المطبات اللي دا تصير بالشارع وأسأل على قضية استغلال بعض أصحاب المحلات للأرصفة. أسئلة رائعة ومهمة جدا هذه. أما بالنسبة إلى المطبات فإذا كانت مطبات مجعولة من قبل الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات المعنية من قبيل مثلا أكو مدرسة مع الأطفال قبلها مطب وبعدها مطب يعني قبل الباب مطب وبعد الباب مطب حتى مثلا يلجؤون السائق الى ان يخفف وكذا وشي هذا يصير هذا يجوز شرعا زين ويكون احنا هم نحترم هذا النظام والقانون. اما اذا كانت المطبات لا هيك شيء مثلا مفتعله لاجل مثلا يعني ليس لاجل شيء مبرر زين عائديته للمجتمع باعوا على هاي القيود ليس عائديته للمجتمع وللمؤمنين هذا لا يجوز هذا حرام لا يجوز التصرف في المال العام لا يجوز التصرف في الطريق العام هذا طريق المسلمين لا يجوز أنه أقطع لمجرد مثلا أنا قاعد بيه أو فلان قاعد بيه أو ما أدري شنو أو لأجل شيء معين يعني ما أعرف
المطبات التي يعود نفعها للصالح العام، مدارس، جامعات، كليات، أشياء نفعها العام، هذا يجوز، وما عداه لا يجوز. نعم الأخت أم حسين من بابل، تفضل يا أم حسين. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا أم حسين. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، أهلا يا أم حسين، تفضلوا. يا شيخ أخي أريد رقمك، كلش محتاجك. نعم. ذاك الخميس خبرت وقلت أريد الرقم، قال لي ما أقدر أعطيك شيء من الكنترول. يعني أنا أم حسين أني محتاجته هواي. ممنون. هسه أنت ما أدري، بس أنا آسف جدا، يعني أني إيه ممنون. يعني أنا هواي 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 يعني أعتذر للأخوة المؤمنين، للأخوات المؤمنات، يعني ما أريد أسوي شيء وما بعدين ما أوفي وياهم. يعني أنا من أنطي تليفوني، أنا ليش مثلا ما أنطي تليفون؟ لأن من أنطي تليفون يكون هم من يخابروا، أنا أشيل التليفون، وأني الله يشهد على ما أقول، يعني في ضمن التزاماتي في النجف الأشراف، التزاماتي عفوا في بغداد، التزامات واسعة جدا عندي أني، الضغوط علي، حجم العمل الملقى علي، ما أقدر أوفي. لذلك أني أعتذر جدا، وأتمنى أن أكون بخدمتكم وأوفي يعني احتياجاتكم من خلال البرامج يعني والحلقات المباشرة، سواء كان هنا أو بالعراقية بالخدمة. نعم الأخ محمد من بغداد، تفضل يا محمد. السلام عليكم شيخ. نعم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا محمد. شيخنا أنا هالسنة تخرجت، يعني بكالوريوس تخرجت. إيه. إيه، فأنت مثل ما تعرف حضرتك يعني تعيينات ماكو إلا بس. زين. إيه، فأني هم على باب زواج يعني. إيه. فيعني شلون مثلا أعطي فلوس أو ما أعطي فلوس يعني ما أعرف. ممنون. وأنت تعرف يعني هو التعيين مضمون، مثلا إذا مثلا واحد يشتغل له بمحل، المحل يوم أكو يوم ماكو. يعني مو مضمون الشغل بي، او مثلا تشتغل يعني تتعرف. هسه هو التعيين عفوا محمد، التعيين ما ادري يعني خل استفاد منك، التعيين هو اكو قرار بي حكومي متوقف لمده سنين، لو شنو المساله؟ موجود تعيين. عجيب. يعني ثاني ولد جماعتي تعينه، يعني هسه قدام يعني بالمنطقه يمنا تعينه. يعني التعيين يوصل 10,000 دولار، 9,000، 11,000، موجود يعني. عجيب. يعني قالوا لي تحط الفلوس مثلا انت اسبوع الاخ تروح الداون. نستجير بالله. أي. يلا ما يخالف اوضح ان شاء الله، انا اوضح بالخدمه. اي والله شيخنا، وانت خو تعرف يعني واحد من لا بالخدمه لا انا اوضح المساله الشرعيه، اوضح لك المساله الشرعيه وابين لك ممنون. اللي أي. ممنون شيخنا. ممنون انا ممنون مع الاسف الشديد على هذا الوضع يعني اللي اي يعني زين. اي والله ممنون. الاخ ابو عدنان فجاوبناك على قضيه المطبات، قضيه الارصفه انتبهوا، الرصيف هو يعني طريق المسلمين، لا يجوز استغلال الارصفه لغير ما اعدت لها، هي معده للمشي عليها، للسير عليها، فاذا تستغل من قبل البعض يعني على غير ما اعدت لها، فاذا كانت مضرة بطريق المسلمين هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. واحد مثلا هو طريق، هو رصيف معاد حتى مثلا تمشي عليه الناس، يمشي عليه البايسيكل، تمشي عليه عربة مثلا المقعد، هذا يجي واحد يفتح هنا، نقول يا أبا وين انت مفتح؟ هذا طريق مسلمين. يقول أنا ما عندي مكان. يا أبا على العين وعلى الرأس ما عندك مكان، على العين وعلى الرأس ما عندك رزق، بس خب مو بطريق المسلمين، ما يصير هذا. هاي الصورة الأساسية الأولى، أنه إذا كان التفتيحة تصير عائق في طريق المسلمين هذا ما يجوز شرعا، ما يجوز. هذا واحد. اثنين، إذا لا واحد قال لا أنا ما ضار أحد، يعني أنا أفتح بالرصيف وما أضر، ما أضر المار، ما أضر السابلة، ما أضر الكذا، نقول هذا إذا كان بيهم إخلال للقانون الذي يوجب الهرج والمرج. زين، هذا هم ما يجوز. ليش؟ لأنه إحنا يعني متواطنين على أن إحنا كمواطنين، إحنا كناس، إحنا كشعب نأسس لدولة، دولة حقيقية، دولة نظام، دولة قانون، دولة أنظمة، دولة زين قوانين، فهذا هم ما يصير. إذا لا لا يسبب هذا ولا يسبب هذا يجوز شرعا. شلون؟ فد واحد يقول لا هذا مثلا هذا الشيء لا راح يسبب هرج ومرج،
ولا راح يقطع طريق مسلمين ولا راح يأذي أحد ولا راح يأذي نظام ولا كذا، نقول لحينئذ يجوز شرعا ثلاث صور وثلاث أحكام. زين. الأخت أم عبد الله تسأل تقول أنا بالتسعين كنت أقلد السيد الخوي قدس سره الشريف، بعدين عدلت إلى السيد الصدر قدس سره الشريف، بعدين من استشهد السيد رحت إلى السيد السستاني وكذا، فشلون؟ طبعا التقليد إحنا هيك نقول، نقول إذا كان تقليدش للسيد الخوي قدس سره الشريف على أساس الأطمئنانات الشرعية، يعني أنت كان عندك أطمئنان شرعي بأن السيد الخوي هو أعلم الموجودين، ثم أنت قلدتي على هذا الأساس، فمن ذاك اليوم أنت لا يجوز لك أن تعدلي من إلى أي شخص آخر سواء كان من الأحياء أو من الأموات إلا إذا أحرزنا أن الثاني أعلم. نيجي الآن إلى التطبيق الثاني، فإذا أنت تقولين أني أحرزت أن السيد الصدر قدس سره الشريف أعلم من السيد الخوي، نقول شلون أحرزتي؟ قلتي مثلا أني سألت أهل الخبرة، أو أني اطمأنيت بكلمة المؤمنين اللي سألين أهل الخبرة، نقول لش خلاص يصير عدولك صحيح. لكن يجي نفس الكلام أنه لا يجوز لك العدول من السيد الصدر إلى السيد السستاني إلا إذا كنت أنت قد أحرزتي أن الثاني أعلم. فإذا قلتي أني أحرزت أنه أعلم، نقول شياب شلون أحرزتي أنه أعلم؟ تقولين أني سألت أهل الخبرة، أو سألت المؤمنين الذين سألوا أهل الخبرة فوثقت واطمأنيت بكلامهم وأحرزت أن السيد السستاني هو الأعلم الآن، وأعلم من السيد الصدر، أعلم من السيد الخوي، نقول لش حينئذ عدولك صحيح. إذا تقولين لا، طع هاي الصورة الأولى، وضحت إن شاء الله أم عبد الله؟ زين. الصورة الثانية أنه تقولين لا والله الحقيقة غير، أنا لا محرزة شيء ولا كذا، أنا كنت مقلدة السيد الخوي بناء على أنه أعلم الأحياء، وهذا فتشياع كبير موجب للأطمئنان. زين، من توفى سيد الخوي قمت عدلت على سيد الصدر، يا بشلون عدلتي؟ قلت عدلتي شوية الناس أي شيء، يعني تفاعلا مع الناس، تفاعلا مع كون السيد قدس سره الشريف قائد عظيم تصدى لقيادة المشروع الديني في المجتمع. زين أو كذا، أقول ليش ما يخاف، هذا الشيء عظيم، هاي خصلة عظيمة من السيد الله يقدس سره الشريف. لكن أتي قضية أعلميته تقول لا والله ما عندي أصلا حتى اطمئنان ما عندي، ربما أنا أشوفه مثلا حالة من حال السيد الخوئي، حالة من حال السيد السستاني، السيد السستاني حالة من حال السيد الصدر، ما كذا، نقول ليش حينئذ لا يجوز لك الرجوع إلى السيد الصدر، هذا الرجوع باطل، العدول باطل، ترجعين للسيد الخوئي. تقولين زين وعدولي للسيد السستاني، نقول ليش هسه نفس الحكاية الآن، أنت ايش تعتقدين؟ أن السيد الخوئي هو أعلم من السيد الصدر والسيد السستاني؟ لو من هو الأعلم؟ فإذا أنت تقولين ما عندي، أنا اللي عندي الاطمئنان أن السيد الخوئي أعلم منهما اثنينهم، نقول ليش ترجعين للسيد الخوئي وهذا عدولش أصلا كله باطل. إذا تقولين لا أنا عندي اطمئنان بأن السيد الصدر أعلم من السيد الخوئي، نقول ليش ترجعين للسيد الصدر وعدولك للسيد السستاني باطل. إذا تقولين لا أنا عندي اطمئنان أن السيد السستاني هو الأعلم، نقول ليش خلاص أنت الآن مقلدة للسيد السستاني، وكل حركتك إن شاء الله صحيحة، وما تعيدين أعمال، والله يتقبل الطاعات والأعمال. هذه الصور وهذه أحكامها، بعد أنت الشخصين يعني. زين. الأخت أم عبد الله السؤال الأول جاوبناه، السؤال الثاني تقول بالنسبة إلى الورق، الورق هواي بي يعني طرق شرعية للتعامل وياه، إما بالطريقة اللي ذكرتيها أنت حضرتش أنه مثلا تمسحين لفظ الجلالة بحبر، زين، وبعدين تشسمه شكشقين الورق، الذبيب المهملات، هاي طريقة من الطرق، أو طريقة من الطرق هاي هي القصاصات الصغيرة تجمعيها وتدفنيها، أو هاي القصاصات الصغيرة تجمعيها وتذبيها بالنهر، هذه كلها طرق شرعية ويجوز، أو الأفضل من ذلك لأن الدفن والنهر ممكن نسوي تلوث ممكن كذا، هسه الآن موجودة هاي السرامات مثل رامة الورق موجودة بالدوائر وموجودة بالكذا، فإحنا بنقول للمؤمنين نقولهم يا بنتو جمعوه هنذني، وكل فترة تمن تروح خلص شغلك ويا ما تخلص شغلك أنت دقيقتين يومية كل أسبوع ثلاث دقائق أربعة خمسين تسرم لك كم ورقة تخلصن يعني، الله يتقبل الطاعات والأعمال. السؤال الثالث تقول أنا اشتركت بسلفة زين واستلمت اشتركت بالعاشر زين، وأنا رأس السنة الخمسية مالتي بنهاية الدعش، شنو اللي أنا استلمت بالثاني؟ شنو اللي أنا أخمسه؟ نقول لك أنت تخمسين من العاشر للدعش من البداية إلى رأس السنة الخمسية، كم سهم دفعتي؟
يعني مثلا اذا سهمين خمس السهمين، اذا سهم واحد خمس السهم الواحد، اذا ثلاثه هي مو ثلاثه لان كل شهر، فهو لو سهمين لو سهم. انت من بدايه اشتراكك الى راس السنه الخمسيه مالتك ايش كم سهم سلمتي؟ اذا تقولين بس واحد زين نقول لك خمسي هذا الواحد، يعني مثلا دفعتي 500 مثلا خمسي 500. اذا سهمين دافعه مليون خمسي المليون هذا. انت استلمتي 10 ملايين ما لنا علاقه بال 10 ملايين، نقول لك من بدايه ال شو اسمه السلفه مالتك الى ان صار راس السنه الخمسيه، ايش قد دفعتي؟ هذا اللي يتخمس. يعني اسم واحد دفعتي يتخمس اسم واحد، اسمين يتخمس اسمين. زين. الاخت دنيا الان بعد الاخوه اذا حبوا يفتحون الاتصالات بالخدمه افتحوا الاتصالات. زين. الاخت دنيا تقول اذا كانت المراه في الدوره الشهريه هل يجوز لها ان تعقد عقد الزواج؟ الجواب نعم يجوز ذلك. لا مانع للمراه من ان يعني احنا عندنا فرق في مذهب اهل البيت، عندنا فرق انه بالنسبه للمراه لا يجوز لها ان تطلق وهي حائض، طبعا على تفصيل بالنسبه الى المدخول بها، يعني لا يجوز لها ان تطلق وهي الحائض، الحائض يقع طلاقها باطل، لكن يجوز لها ان تعقد عقد زواج اذا كانت حائض. فالمراه اذا كانت عليها الدوره الشهريه يجوز لها ان تجري عقد الزواج. زين. الاخ محمد يقول الان اني هاي السنه اتخرجت واني شو اسمه الان موجود يعني موجود تعيين وموجود كذا، وانا اريد انطي فلوس يعني واتعين لانه ما يعينوني. طبعا هذا اتصال مؤسف جدا يعني ومؤلم جدا. نعم. من عفوا الاخ عباس، عباس من بغداد، تفضل يا عباس. الو الو، السلام عليكم. مرحبا شيخنا. عليكم السلام، اهلا ومرحبا. اهلا عباس، الله يوفقك ونشكرك على هذا البرنامج الطيب والرائع. والله يخليكم. شكرا جزيلا. اهلا يا عباس، شكرا. الله يسلمك شيخنا. اني تعرضت الى حادث وراح لي رجلين اثنينهم، تبتر رجلين اثنينهم. ايه. انا بوقت يعني غاب عن الوعي وبعد شويه كان متهشمات وكذا، فبالمستشفى قاصين يعني ما اعرف ذبون بالمحك دفنوهين شمروهين، فما عرفت. واني صليت مثل ما يقول ما اعرف شو اسوي، هل يجوز اصلي لهن؟ هل يجوز ابكي لهن؟ هل يجوز احج لهن؟ هل يجوز اضحي لهن؟ فرايد من عندك، رايد من عندك يا شيخنا هذا ممنون. الكلام الطيب. ممنون بالخدمه، اهلا وسهلا مرحبا. نعم. الاخت ايمان من البصره، تفضلي يا ايمان. ايمان تفضلوا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا إيمان. شيخنا أنا عندي كثير أسئلة. أي نعم. السؤال الأول. السؤال الأول، أنا كيف اتجهت بالطهارة؟ عندي إصوات قهري، تعبانة. إيه. السؤال الثاني شيخنا، دائما من أغسل رجلي يعني على إيدي، ما أدري ماني وماني كرمكم الله ورقة في الجنابة. وعلم انا يعني من اجي اغسل اغسل جسمي كله تنظيف اول مره من راسي ورجلي يعني. نعم. وبعدين يلا اغسل غسل الجناب. زين. السؤال الثالث شيخنا. ايه. والله سؤال بطاطين انا دائما اغسلهن. داخل يوم بطانية قصرتي. شيخنا ووضع يعني. لا عفوا ايمان، ايمان تقطع الصوت. السؤال الثالث شنو عفوا؟ السؤال الثالث يعني الزوج دائما يحتلم. يقعد الصبح مجنب. يحتلم وشنو عفوا؟ يعني العفو يصبح مجنب يعني من يقعد. زين زين. ايه فهذه الفراشات دائما انا اقصدهن. ايه. ايه فمرات البطانية من اقصدها القاها بعدي ما هي طاهرة، واحنا يعني رجعنا نمنا بها من ورا الغسل، يعني انا عبالي طاهرة بس طلعت ما هي طاهرة، يعني بقعد شوية من المن، فمن نمنا بها يعني هذا فراش الجوانب تنقيت الملابس عين تنقيت انا قاتلتها، بس ثاني لقيت عليها شويه كرمكم الله من الماي. اثار اثار لو عين وجرم؟ لا لا العين بعد موجود. زين. اي انا قتلتها بس فاقي بيها. زين. اي اقصد لك عن الملابس يعني اللابس. اي ان شاء الله اوضح اوضح شلون يعني. اوضح اوضح. اهلا وسهلا مرحبا. زين. من عفوا
الأخت أمينة من ديالة، تفضل يا أمينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا أمينة. شيخنا عنده سؤال. ألو. تفضلوا أمينة. أنا عندي سؤال ويعني استفتاء، يعني أنا بسألة أكو برأيي ممكن يعني جو الهواء مع الهواء. شلون عفوا أمينة؟ يعني ما أريد يسمعون بالتلفزيون تحت الهواء. زين، فإذا تحبين أنه من أخلص البرنامج مباشرة خابري وبالخدمة. زين يلا أقدر أطرح السؤال. أنا زوجي هاجرني. زين. زين. إيه. ألو. ألو. إيه. ألو. وما يصرف علي ولا على ابني. زين. ويعني عنده علاقات وعايد واحدة وريدي يتزوج. زين. وريد يشيل غير بيت ويعوفنا. إيه. يعني ما بدي ينفق علينا ولا يريد يطلق. زين. يعني هو يعني قطعنا من الخام وهذا يعني علاقاته وعلى الانترنت وغيره وعلى الموبايل. زين. وانا اريد يعني انا ايش اسوي اذا اصبر على اي اثم ماني يعني اذا اخاف اذا اطلق اطلق مثلا يعني يقبل ابني يعني شلون يقبل ابني. ايه ما يخالف اوضح ان شاء الله بالخدمه. اهلا وسهلا مرحبا. الو. الأخت أم ميسون من ميسان، تفضلي أم ميسون. ألو. ألو تفضلوا. ألو. تفضلوا أم ميسون. نعم نعتذر للأخت أم ميسون، عندي اتصال آخر. زين. أنا. فمحمد الأخ محمد يقول أنا أريد أسأل على قضية أنه التعيين بالفلوس والكذا، هذا سؤال هواي مؤذي هواي مؤلم. يعني الآن إحنا اللي نسمعه أنه الدولة مقررة، يعني مجلس الوزراء مقرر أنه ماكو تعيين لمدة 3 سنوات، ثم الآن إحنا نفاجئ بأنه يعني لا زالت هذه القضية. سياريت مثلا الجهات المعنية تسمع وتعي خطورة هذه المسألة. زين، اللي هو هذا نوع يعني أكبر نوع فساد مالي وإداري مؤذي للناس. زين، فهسا الآن الناس شو تسوي الآن؟ هذا شيء من أكبر المحرمات، من أعظم المحرمات. خلي يسمعون مني ذولا اللي يأخذون فلوس، هذولا إنما يأكلون في بطونهم نارا. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ذولا اللي يعينون بفلوس ذولا يأكلون ببطنهم نار. زين، زولا يأكلون الأموال بالباطل، هذا سحت محرم، حرام حرام. أنتوا دا تحطمون دولة، دا تحطمون مؤسسات، دا تحطمون مجتمع. زين، المجتمع هذا مجتمع ابنك وأخوك وأبوك وبنتك، أنت دا تحطم نفسك، دا تحطم عائلتك. أنت من تحطم مجتمع، من تحطم دولة، هاي الدولة والمجتمع ترد عليك أنت وعلى أسرتك وعلى بنتك وعلى ابنك وعلى أختك وعلى أخوك. زين، ليش؟ لأن أنت عايش بهذا المجتمع، أنت عايش بهذه الدولة، أنت وبزرك وعشيرتك وبيتك أنتوا عايشين هنا، فهذا يرتد عليكم أنتوا. يعني هذا عليه اسم عظيم في الآخرة وعليه فساد كبير في الدنيا. زين، الآن خب الأخوة شو يسوون؟ نقول يا بقى الأصل والقاعدة أنه لا يجوز شرعا أنه شخص يكون جزءا من فساد مالي وإداري. الآن تقولون يابا إحنا لا إحنا جزء من فساد مالي وإداري ولا كذا، بس إحنا ناس تعبانين، وضعنا الاقتصادي تعبان، وأني ما أقدر، أني مضطر، أني أقع في حرج شديد إذا أني ما أتعين، وهذا حقي باعوا على القضايا اللي دا أنقطها أني. واحد، أني مضطر. اثنين، هذا حقي. نقول فأنت حاول أن تأخذ حقك بدون أن تنطي مبلغ. تقول أني ما أقدر هذا الحق ما يطلع إلا بهالفلوس. فنقول لك حينئذ إذا كان إعطاء المال لأجل الاستنقاذ، هسا واحد راح يتفاجئ، راح يتفاجئون البعض، راح يقولون شيخنا أنت شلون تطي حكم شرعي؟ أنتوا لا تقولوا لي إلي أنا شلون أطي حكم شرعي؟ أنتوا أصلحوا أموركم، أنتوا أصلحوا وزاراتكم، أنتوا أجئتم الناس إلى هذه القضايا. يعني الآن مثلا يعني أنتوا من يمكم أنتوا يكون أنتوا تعدلون أموركم، أنتوا تعدلون مؤسساتكم، مو أنتوا تقولوا لنا. احنا نقول الان للمضطر وهو هذا حقه يجوز استنقاذ الحق الشرعي باعطاء المال. زين، الناس متاذيه، الناس تاذت،
ما نقدر احنا نضغط على الناس اكثر من هذا. الان احنا ندعو الناس الى ان تنضبط بضابطة الضوابط والقوانين والكذا. احنا من ايش قد اني الان صار لي 6 سنين اني صار لي بالبرامج اثقف باتجاه انه يا ناس يا مؤمنين يا مسلمين حافظوا على النظام، احنا ما عندنا غير بناء دولة قوية زين ذات اسس منتظمة. لكن اذا هي بعض المؤسسات تضغط على الناس هذا الضغط الشديد، يعني بالإعلام ماكو توظيف مدة سنين وراء الكواليس توظيف بالفلوس، هذا شنو هذا؟ شنو الانهيار هذا؟ وشلون احنا تريدون احنا نساهم في هالقضية وندوس على الناس؟ احنا ما ندوس على الناس، احنا نقول للإنسان، نقول للناس يا ناس يا مسلمين يا مؤمنين يا أحبتنا يا شعبنا الكريم، من لا يستطيع أن يكون الذي يستطيع أن يكون أن لا يكون جزءا عفوا في الفساد المالي والإداري هذا واجب عليه، لكن إذا شخص مضطر وهذا حقه فيجوز إعطاء المال لأجل استنقاذ الحق. زين إذا كان هذا الحق سوف يضيع إلا بهذه الطريقة. نظم مو من عندياتي، هذه فتاوى مراجع مرجعيات هذه. نعم الأخت أم محمد من النجف الأشرف، تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا أم محمد. سيدنا في السؤال تفضلوا. أكو أجايز اثنين يعني أقرباء زوجي بس إنه ما إلهم أحد. أيه؟ يصير وحدة صديقتي أو أنا نط الخمس عندهم على مود يبنون لهم غرفة لأن غرفتهم كل شيء في توقع عليهم. إيه هم شنو سادة لو عوام؟ لا هم عوام يعني بس إنه أجايز ما إلهم أحد بس الله وأنا. متدينات وفقيرات؟ أي والله. متدينات يصلين ويصومين صام وصلاة وأربع مرات بالسنة يرحل الكربلة مشي ويعني ماكو يعني شيء مطبيعي. يلا ممنون أوضح إن شاء الله بالخدمة. بالخدمة أهلا وسهلا مرحبا أم محمد. عندي عفوا بعد اتصال. زين الأخ عباس يقول أني تعرضت إلى حادث وانبترت رجليناتي و الآن هم أولاً ما أعرف أنا مثلاً دفنوهن ذبوهن، وثانياً هاي السؤال الأول. السؤال الثاني أنه أنا شنو اللي يعني الواجب علي تجاه يعني هذه الأعضاء المقطوعة المبتورة؟ نقول أولاً أنت خلاص ما عليك تكليف شرعي مدام أنت ما كنت ملتفت. ماذا أنت ملتفت يكون أنت كنت تتنبه أنه يا بيت تعالوا خلي اللفن بخرقة وندفنهن، فمدام ما ملتفت وراحت هي مثلاً ذبوهن أو شيء أو أنت تجاهل كنت بالحكم الشرعي، فنقول لك حينئذ الآن ما عليك شيء، إن شاء الله ما عليك هم إثم. مع هذا أنت استغفر الله سبحانه وتعالى، قل أستغفر الله ربي وأتوب له، خلاص كل شيء ماكو. تقول شنو اللي أسوي؟ ما تسوي، هذه أعضاء تابعة لك، هذه ما تسوي. أنت تريد أنت إلك يعني إلك أنت صلي، إلك أنت تصدق، أنت إلك حج، أنت إلك اعتمر. هذا يعني. الله يتقبل الطاعات والأعمال ويعوضك إن شاء الله بالدنيا وبالآخرة. الأخت إيمان عندها 3 أسئلة. يلا منو؟ الأخت أم أحمد من واسط، تفضل يا أم أحمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا أم أحمد. شلونك شيخنا؟ الله يخليكم، أهلا وسهلا ومرحبا. بدون زحمة عندي سؤال شيخنا. تفضلوا. طبعا احنا الوالد الله يرحمه توفى من 2002. ايه. وترك احنا 5 بنات وثلاث ولد. ايه. من غير أملاك يعني عنده بيت ومحل. عارفنا فلوس عنده نقد بالبيت كاتب ببسيطة. البنات كل واحدة تأخذ 500,000. لا عفوا 3 بنات و2 ولد. لا 3 بنات و5 العفو 5 بنات و3 ولد. 5 بنات و3 ولد. وثلاث ولد. ايه. كاتب ببسيطة عنده هو فلوس بالبيت كاتب ببسيطة تنطون للبنات وحتى الولد كل واحد 500,000 من غير أملاكه طبعا. ايه. هذه 500 قبل السقوط تعرف يعني قيمتها كانت غير. أيه. احنا استلمناها ورا السقوط. انا بالنسبه لي اخذتها بال 2004 زين كانت قيمتها تختلف بس انطونا اياها مثل ما هي ال 500,000. أيه. هذا حلال حرام؟ انتم لمن ترجعون بالتقليد؟ للسيستاني الله يحفظه. زين قبل السقوط كانت انا اتذكر كانت عمله. أيه. وبعد السقوط تبدلت العمله يعني قيمتها يعني قبل السقوط كانت يعني 500,000 كلش هواية. أم أحمد بس انتبهي علي لأن هذا يأثر على الجواب.
باوعي. زين. انت من توفى الوالد كانت اكو العمله السابقه مالتنا مالت صدام، وبعدين انت من استلمتي بالعمله الجديده؟ لا، هي نفس العمله بقت، بس نفس العمله. لا، انت استلمتي بالطبع الجديد، بالطبع الجديد يعني. لا، ما هي نفسها بس القيمه تبدلت. يعني احنا كنا ما يخالف ما ساني، بس قبل 2002 ما يخالف. ورا السقوط بدات الناس تاخذ ملايين. اعرف ام احمد، اعرف اني، بس اني اريد اقول لك، انت بس ثبتي لي هالقضيه، انه من توفى الوالد كانت اكو عمله مطبوعه بطبع، وبعدين انت من استلمتي بالطبع الجديد هسه. بالطبع الجديد. اي ما يخالف، اوضح ان شاء الله. بس القيمه اختلفت يعني بعد الكل السقوط، صارت يعني اقل، بينما 500,000 قبل السقوط كانت كلش هوايه. هو ليش منطوش الفلوس؟ ليش منطوش المبالغ؟ منطونا، قالوا الوالد يعني مطلوب وعلى دين، واحنا متاكدين ما عنده هذا الشيء. زين، فوين صارت الفلوس؟ عند من صارت الفلوس؟ اخذوها هم، طلعوها من الكنتور مالته الله يرحمه، مبالغ كلش هوايه. من يعني هو الوليد؟ ملايين. الوليد قالوا ما نعطيكم هاي ال 500 هسه، لان الوالد مطلوب المحل مالته، مع العلم انه ابويا ما كان عنده دين وكان يسدد ديونه للتجار يعني ورا هذا الشيء متاكدين منه. الولد اخذوها؟ اخذوها، وحتى ما انطونا من الملايين شيء، وال 500 انطونا اياها من صارت تفاليس. اوضح بالخدمه. فأريد أعرف هذا الشيء حلال حرام ينطونيها بنفس القيمة جديدة؟ ما يخالف، أوضح ممنون. عندي اتصال آخر، عفوا. زين، السؤال الثاني يقول، السؤال الثاني عفوا الأخت إيمان عندها مجموعة أسئلة. السؤال الأول تقول أنا عندي وسواس قهري، أنا عندي شك كثير. إيمان، أنت لازم 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 تساعديني في جوابي وفي هذه القضية، حل هذه القضية يمك، مو يم أي أحد، حتى مو يم الطبيب النفسي. حل هاي القضية أنه تنتبهين إلى كلامي وتطبقيه. في الشريعة المقدسة نطت حل، الحل هو أنه أنت لا ترتبين أثرا على هذا الوسواس القهري والشك، ولا تعتنين بهذا الشك، وكل ما يصير عندك شك تعوفيه. شكيتي بالطهارة قولي طاهر، شكيتي أنه هذا نجس قولي مو نجس، شكيتي ذاك فلانشي قولي مو فلانشي، شكيتي أنه غسلت وجهي لو ما غسلت غسلتي، أني قرأت لو ما قرأت بالصلاة قرأتي، أني ركعت لو ما ركعت بالصلاة ركعتي، هيجي وتمشين. هذا هو الحل الوحيد فقط. زين، أن لا تعتنين بالشك، شوية أنت تعودين نفسك على القضية شوية، فدي يوم من أيام تشوفين روحك زينة وتشوفين نفسك منتهية هاي القضية، أو إذا ما منتهية باقية شوية، اللي هي قضية طبيعية عدي وعدك وعد كل الناس. وسواس القهري نسبة معتد بيها، موجود عند كل البشر، عند كل الناس، لكن نسبة مقبولة تمشي وياها الحياة، مو نسبة غير مقبولة في الشريعة أو غير مقبولة في العرف أو في الطب. نعم. زين، السؤال الثاني ما أعرف، أنه تقول أني أبدي بغسل الجنابة بالإيد والكذا، ما أعرف غسل الجنابة أو الأغسال الواجبة، الرأس والرقبة أولا، ثم الجانب الأيمن ثانيا، ثم الجانب الأيسر ثالثا. هذا على رأي السيد الخوي وسيد الصدر، الرأس والرقبة أولا، ثم البدن، سائر البدن ثانيا. هذا على رأي السيد السستاني. السؤال الثالث تقول احنا أني مرات زوجي يحتلم وأشوف النجاسة على البطانية أشيلها أغسلها، مرات من أجي أخليها أشوف أكو بقايا من العين النجاسة، ونجي احنا ننام عليها وشي، نقول مع عدم سراية النجاسة، مع عدم وجود رطوبة من الملابس على هالقضية على هالمكان، نقول مع عدم وجود رطوبة بعد ماكو سراية نجاسة، البطانية نجسة بس ما تسري النجاسة منها إلى ثيابكم. تقولين ها أنا ايش مدريني، يمكن تعرقنا بالنوم، نقول ايش خلاص، مدام ما عندك علم بالتعرق، ما عندش علم بالرطوبة، يعني ما عندش علم بسراية النجاسة. إذا ما عندش علم بسراية النجاسة كل الاحتمالات تبطل، بعد لا تبنين عليها. فتقولين ها يعني هي شيء أبني على الطهارة؟ نعم تبنين على الطهارة، نعم هي نفسها البطانية تشيليها تغسليها مرة لخ، لكن أنتوا نمتوا قعدتوا شكيتي ها هاي سرت نجاسة لو ما سرت نجاسة، نقولش ليش وأكو رطوبة؟ تقولين ما أدري يمكن أكو رطوبة، نقول شاي من جتي؟ تقولين يمكن تعرقنا بالليل، واحد نايم تعرق عرق،
نقول لك لا، ما دام تقولين يمكن، ما متاكده ما متيقنه، ماكو سرايه نجاسه وماكو نجاسه، وهدومكم كل شيء ما بيها وتقدرون راسا تقومون تصلون بيها. لا نعم، البطانيه نفسها نجسه. نعم. الاخت امينه كيفكم بالخدمه؟ الاخت امينه تقول اني زوجي هاجرني، ما ينفق علي ولا ينفق على ابنه وما يريد ان يطلق. زين، الان اسال اولا مع الصبر على هالقضيه، لك ثواب عظيم جدا، ثواب عظيم جدا. زين ليش؟ لانه هذا خلاص بعد هذا نوع من انواع الصبر على سوء خلق الطرف الاخر، الزوج او الزوجه، وهو من اخلاق الانبياء. تقولين الان مثلا اني اريد ارفع قضيتي الى الحاكم الشرعي، ارفعيها، انت موقفك قوي. الزوج إذا كان متعسف، الزوج إذا كان ما ينفق، الزوج إذا كان ما يبات عند زوجته، الزوج إذا كان ما يعاشر بالمعروف، ندز عليه نقول له يا باهي زوجتك انفق عليها، بات يمها، عاشرها بالمعروف. يقول ما سويت شيء. نقول له خوش طلقها. يقول ما طلق، وانتوا لا تدخلون. نقول له خوش ما يخاف، صير على صفحة، ايش راح تسوون؟ نقول له احنا نعرف ايش نسوي، ما في مان الله، روح المرجع يلزمك يطلقك وتعتدين وتروحين تتزوجين. انت تقولين لا انا اريد اصبر، كل زين، يا ريت الصبر، الصبر مع حسن التبعل، زين بلكت ان شاء الله يعالج الامور ويرجع المياه الى مجاريها. الاخت ام محمد تقول اني اقرباء زوجي عوام، نساء فقيرات متدينات جدا وفقيرات جدا، نقدر احنا من الحق الشرعي من سهم الامام نبني لهم؟ اي نعم تقدرون، تقدرون. زين حتى لو تعطوهم مليون مليونين، يعني شيء بشيء يذكر بالمناسبه، مو تصورون انه مثلا احنا بالشريعه المقدسه مثلا من نريد نعطي حق شرعي خمس نعطي 50,000 او نعطي مثلا 75,000، لا، انتوا تعطون بمقدار الحاجه الضروريه للمحتاج، لكن على ان لا تزيد عن نفقه مثلا سنه، مثلا هن نسوان اثنين، قولوا مثلا نفقتهن بالشهر مثلا فست 600,000، يعني بالسنة ايش قد نفقتهن؟ 7,200، 7,200، 7,200,000 ما نقدر نعطيهم، بس مثلا نقدر نعطيهم 3,000,000، نعطيهم 3,000,000، خلي يبنون بهم، يبنون مثلا اذا ما عندهم فلوس نعطيهم 3,000,000 مثلا، تقدرون تبنوا لهم الغرفة وتبنوا لهم. نعم. الاخ ابو عبد الله من الديوانية، تفضل يا ابو عبد الله. ابو عبد الله تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا أبو عبد الله. احنا نشكرك على هذا البرنامج الطيب و الله يخليكم. الله يحفظك. أهلا وسهلا. شيخنا أنا بعض الأحيان بالصلاة. نعم. إيه. الصلاة يعني شوحات الداخلي أثناء الصلاة. وسواس بالداخل يصير عندك؟ يعني شغلات دنيوية و... يعني مثلا مطلوب دين أو شغلات لا مو وسواس يعني أفكر في الصلاة مثلا أنا مطلوب إن شاء الله. ممنون. أوضح أوضح بالخدمة. مطلوب دين شغلات دنيوية وكيف تجيني جيت إن شاء الله. أوضح بالخدمة. أهلا وسهلا مرحبا. عند أم ميسون من ميسان، تفضل يا أم ميسون. أم ميسون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا أم ميسون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وياك المرة أم ميسون، هسه شوية. أم ميسون أهلا وسهلا ومرحبا بيش، نصين للتلفزيون، يلا واحكي ويانا من التليفون. نعم أم ميسون وياي، لو انقطع الاتصال. شيخني. نعم تفضل يا أم ميسون. شلونك؟ أهلا وسهلا ومرحبا. بعد قلبي. الله يسلمك. مثل العافية ويطول عمرك. شكرا شكرا. على الحشوة الطيب. شكرا خالة، شكرا، أهلا وسهلا. بعد قلبي. أهلا الله يسلمك. أهلا وسهلا. ها. يلا تفضلوا. حاجة حاجة على حاجة منا. ها. مو أنا راح أتقدم شيء لعمره. أنا ما مطلقة. إيه. وارتمش من العمرة ورحت في الشيخ. ايه. بس عند الكروة قال ايش قد كروتين؟ قلت له 1,500,000. ايه. قلت له سير تدين؟ قال ايش تدينين؟ ايه. اي حط عليه 1,000,000 وانا ما عندي. انا بحبي بالبيت، فريد الوحيدة بالبيت. الحين لا.
ايه وهسه خايفه بين مليونين يجيب لنا سنتي فوق سنتي. ايه يعني انت تسالين على قضيه شرعيه العمره بالدين؟ ما حد مين اجيب اللي والله جحط على المليون وخايفه بين يبي هاي صار سنتي. ان شاء الله وضح. ممنون بعد. ممنون اهلا وسهلا مرحبا. زين ممنون. الأخت أم أحمد تقول طبعا بال2002 الوالد توفي ترك 5 بنات 3 ولد، قال أنه في الوصية لكل بنت وولد 500,000 دينار، كان طبعا 500,000 وقت وفاته كبيرة، أجلوها أخروها بعضنا إحنا انطونا 500 بال2004 ما كان لها قيمة. باوعي انتبهي على الجواب لأن هذا دقيق، يعني يرتبط بطريقة إذا كان التركة إذا كان أخذوها جملة من الأخوة، مثلا فد ولد 2 من أخوتك أخذوا التركة يا بطونة تركتنا. طبعا احنا دائما نقول التركة ما يصير تتأخر إلا برضا الورثة، واحد ما يريد يوزع مو بكيفك، انت الاخ الكبير مع كامل الاحترام والتقدير للناس، انت الاخ الصغير، انت ما ادري شنو، انت الاخت الكبرى، انت ما يصير، لازم كل الاطراف تقعد تتراضى، يلا ناخر او نقدم. الان هذه مو راضيه اختكم، انتوا اخرتوا خليتوا الفلوس بيدكم، انتوا اخرتوا انتوا تضمنون، عليكم انتوا الضمان. شلون الضمان؟ نقول لكم انتوا سيد السستاني خال الالف ب 150,000 تصير تنضرب، ينضرب الألف بمئة وخمسين ألف، 500,000 تنضرب بمئة وخمسين. زين وتطلعون تقولون لا هذا مبلغ كبير، هاي ملايين. زين نقولكم خلاص اقعدوا انتوا أخوكم ورضوها، لازم ترضوها. منو الذي تسبب بهذه المسألة؟ الذي تسبب بهذه المسألة لازم يرضي هاي الأخوت. أنا أعتذر جدا، انتهى الوقت. أم عبد الله والأخت أبو عبد الله عفوا والأخت أم ميسون، إن شاء الله على الحلقة الجاية. وصلنا احنا وياكم إلى نهاية الحلقة، إلى حلقة وحلقات جديدة إن شاء الله. أستودعكم الله وأسترعيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسألكم الدعاء.